أعلنت شركة سوني عن إطلاق أول كلب بيشتغل كروبوت وسمته أيبو. تكنولوجيا غريبة شوي وكتير عالم ما كانت متوقعتها. الأيبو رح يكون متوفر بأسواق أمريكا بآخر السنة وبسعر بيوصل ل 2900 دولار بس، ومزايا طبعاً جذابة كتير. الكلب الجديد مثلاً رح يكون متوفر فيه خبرة عمرها 3 سنين من الذكاء الصناعي يلي اشتغلت عليها سوني، مع شوية إضافات منها ألعاب للكلب لحتى ما يمل ودي خلقه مثلاً. وطبعاً باعتبار الأيبو ما بيأكل فهو طبعاً بحاجة لشحن، ولهيك موفر معه شاحن بالإضافة لعظمة خاصة فيه اسمها الأيبون. طبعاً للناس اللي حابة تاخد الأيبو لبرا البيت مو مشكلة أبداً، لأنه متوفر في ميزة الاتصال بالواي فاي، يعني بيشتغل وين ما كان، وطبعاً بيضل متصل دايماً مع سيرفرات الشركة وبيبعت له معلومات بتقول الشركة إنها مفيدة لتخلي الأيبو له شخصية عم تكبر وتتعلم ويساعدها بالذكاء الصناعي. الأيبو حساس كتير، ولحتى يكون حقيقي مزود بحساسات بتفحص تعابير الوش ليعرف كيف يتعامل معنا بطريقة مثالية وذكية، ما عدا طبعاً إنه بيستجيب للأوامر الصوتية. الكاميرا الموجودة بأنفه بتساعده ليتعرف على صاحبه، وميت وش إضافي كمان، ما عدا أنه عنده القدرة أنه يميز الورد الصغير من الشخص الكبير، وبيميز الحيوانات الثانية والجمادات المحيطة فيه. أيبو متوفر مع تطبيق خاص فيه على الموبايل، هالتطبيق بخلينا نتحكم بجنس الأيبو، لون عيونه، وممكن كمان نوجه له أوامر بدون ما نعذب حالنا ونحكي. والتطبيق بيعتمد طبعا على الشغلات اللي تعلمها الأيبو. إذا أيبو عمل شيء منيح وكافأنا ومسحنا على رأسه، رح يعرف أيبو أنه هالشغلة منيحة ويتعلم يعملها مرة تانية. كلب مطيع. وطبعاً الأيبو بيقدر يصور الشغلات اللي عم بيشوفها وياخد لقطات ويبعتها للتطبيق، وهالميزة فيها تستفيد منها سوني مستقبلاً لتحول أيبو لكلب حراسة. ومع عدا الحساسات الموجودة فيه، في كاميرا خلفية مزود فيها الأيبو ليقدر يتحرك بطريقة عفوية ويتعرف على البيئة المحيطة فيه، يعني بيتنقل بين الغرف وبيتمشى معنا بكل سهولة وبدون أي عائق، ما عدا إنه كونه صناعي هالشي بيعطيه قدرة أكبر على تذكر المحلات والوجوه والتعليمات. ولحتى يكون حقيقي أكثر، عنده الإمكانية يقوم بحوالي 22 حركة، هالشي بيخلي لغة الجسد الخاصة فيه أقرب لتكون حقيقية من إنه بس روبوته عم يتحرك بحركة غريبة وآلية كتير، ما عدا عيونه الأوليد يلي بتعطي أكثر من انطباع، مع بطارية بتخليه يتحرك ساعتين متواصلتين، وبيرجع لوحده على الشحن بس حس بجوع كهربائي. صحيح أن الموضوع ممكن يشوفوه العالم باستغراب، إلا أنه في تقنية قوية وراء طريقة عمله واستجابته للناس وتعاملهم معه مو عادية ولا آلية. وبالحقيقة أيبو فعلاً ممكن يكون رفيق جديد للبشر. أيبو ممكن ياخذ صور، يلعب مع صاحبه، يتسلى بالعظمة الخاصة فيه في حال مل، وممكن يكون تواجده خفيف بالبيت ليسلينا. وكمان ما ننسى أنه الأيبو سافر عبر القارات، لأنه بعد ما نجح في اليابان حبت الشركة تبلش تسوقه لزبائنها بأمريكا.